طبعا أنا هذا خط منهجي، نعم واليوم تناقشنا في البذلة التي أبرز بها في حصتك، وهذه من اختيار الزوج الكريم. قلت لك يا سيدي الوزير المره اللي فاتت انك قلت طيحت لك الباقه على الوزراء، درت لهم مشكل كاع الوزراء والمسؤولين قالوا لو نساهم يقولوا لهم شوفوا مثلا. لا، أنا فخور إذا كان حققت هذه النتيجة، ولكن أنا بدون تميز، يعني أنا أقدر بأن العين التي تنظر إلى الزوج إنما هي عين الزوجة، وإذا ارتضت لزوجها هنداما سيرتضيها المجتمع كله، وإذا انتقدت فيه تصرفا أو تدخلا أو سلوكا يقين أن المجتمع سيموجه. وأنا وكم يقينك كم شعرت بالافتخار، خليني نقول لك، وهذا بفضلك أنت، في موسم الحج عندما ألتقي الحجاج والحاجات وأجد النسوة الحاجات يقولن لأزواجهن نريد أن تكرمونا كما يكرم وزير الشؤون الدينية والأوقاف زوجته. أنا أقول هذا الكلام ولكن دائما أخشى أن تبرز زوجتي في يوم من الأيام وأن تنتقدني في أنني لا أكرمها كفاية وأنا كما على يظن يقين، الناس. أنا على يقين أنك كما يقولوا في الشارع يقولوا طيحت البقعة على الجزائر على رجال قاعيتك بهذه الرومانسية اللي عبرت عليها على زوجتك الكريمة. ألف تحية لها الله وألف يخليك تحية يسلمك، لكل وكل بنات نعم الجزائر. كل بنات الجزائر، كل نساء الجزائر الحرائر اللي ربما وقفتهم بألف رجل.